خلوني ارحب بالاستاذ صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة. اهلا وسهلا استاذ صبري. اهلا وسهلا وسهلا بيه وحضرتك استاذ المشاهدين، وشكرا ان حضرتك قلته وحضرتك لخصت كل اللي ممكن يتقال، وان في يعني في النهايه ما حدث للطفل هو سوء من الاسره، سوء معامله، سوء تربيه، مثل اللي احنا دايما نتكلم عليها في حملاتنا في توعياتنا. محتاجين تربيه ايجابيه سليمه للاطفال، لا عاوزين عنف مفرط ضد الاطفال، ولا عاوزين تدليل يوصلنا لطفل، مش عاوز اقول يكفي ان يصدر قرار النيابه لطفل عمره 13 سنه يقال عليه متهم، بغض النظر عن الاسره وعن المجتمع وخلفيه والده وصفات والده الاجتماعيه، ما تهمنيش في حاجه. انا يهمني طفل 13 سنه انا كحقوقي يعز عليا، واكون متالم جدا ان يطلع قرار من النيابه العامه اتهام طفل 13 سنه. القرار سليم متفق احكام القانون، لكن وصلنا ان طفل 13 سنه في مقتبل عمره يتحط في اوراقه انه متهم ويوضع دور ملاحظه. حضرتك تعلم ماذا تعني دور الملاحظه. طيب هو الولد ده طفل متعدي على احدى دور الملاحظه، هل ده تابع لحضراتكم استاذ صبري؟ الدار يا فندم خاضع لاشراف التضامن، احنا اوصينا بايداعه دور الملاحظه، لان الدور ورده ويعني وارد اسمها بالاسم احدى دور الملاحظه وفقا لاحكام قانون الطفل. انا بتهيألي اسمها ابو اتاتا، باين ابو اتاتا يا فندم، ابو اتاتا. ابو اتاتا بولاية دكرور. بيودع فيها، يعني معناه ايه؟ بيروح الصبح يمشي بالليل ولا بيروح؟ لا يا فندم، لا يقيم فيها. لا يا فندم، احنا كنا في النهارده في تقريرنا مع النيابه العامه، الطفل يوضع في دار لا متهم، احنا لدينا اطفال اخرين في اخر من الاطفال مجني عليهم، بنوضعهم في دور رعايه اجتماعيه بنسميها دور مفتوحه، لان طفل مجني عليه بيتحط يعني محروم من الرعايه الاجتماعيه، فبيوضع في رعايه تعويضا عن الرعايه اللي كان المفروض ياخدها من اسرته. لكن في الحاله اللي احنا فيها طفل متهم بيوضع في دار بنسميها دار مغلقه. هذه الدار انا اسف التعبير، ما كنتش احب اقولها لكن مضطر اقولها، انها سجن الاطفال الصغيره، يعني على غرار